أهلا بكم أخوتي الكرام في حلقتنا اليوم عن موضوع تحضير الليزر وكيف يتم التعقيم والتخدير ولكم درجة يمكن تصحيح نقص النظر بهذه الطريقة. طريقة التعقيم عن طريق مواد معقمة نستعملها بشكل أوتوماتيكي وستاندرد موجودة في السوق بشكل عام، يعني نمسح حول العين وجوات العين بمادة معقمة ومانعة ل ترسب الجراثيم أو وجود أي التهابات حول العين، وبعدها نقوم بتخدير العين. يكون تخدير العين للطرفين بالقطرات فقط بالنقط وليس عن طريق أبر أو عملية ثانية. هناك بعض الاستثناء لبعض المرضى الذين عمرهم صغير ويحتاجون إلى عملية تصحيح بطرف واحد بسبب كسل أو بسبب ارتفاع الدرجة لكي لا يحصل كسل في العين. هناك بعض طرق أخرى عن طريق التخدير والإنعاش تدار لدى هؤلاء المرضى. وبعد تعقيم ما حول العين وتخدير العين بالنقط نفتح العين بجهاز نسميه بليفاروستا، يعني عن طريق فتح العين لمقدار معين، وبعدها نقوم برفع الشريحة أو بعدم رفع الشريحة عن طريق جهاز الفيمتو أو الليزك أو قحط المخاطية. وبإمكاننا طبعا بعد التقييم هذا نكون نحن حسب سماكة القرنية نحدد كم درجة بإمكاننا أن نعمل لهذا المريض، ولكن هناك حدود معينة لا يمكن أن نتجاوزها إلا في بعض الأمور الاضطرارية مثل عملية الحصر، يعني النقص للمريض الذي لا يرى البعيد بشكل عام بكل العالم تحبذ أن تكون بين الدرجة بين الناقص واحد والناقص 8 درجات، ولكن هناك أمور استثنائية إذا كانت سماكة القرنية كافية وكل الشروط مستوفية بإمكاننا نتجاوز هذا المقدار إلى 10 درجات. ولكن هناك موضوع بعض المرضى لكي يكون لهم علما بهذا الأمر، إذا كان المريض درجته عالية في الحصر كلما ارتفعت الدرجة كلما عملنا مقدار النقص لدى التصحيح أقل. مثلا عندما تكون درجة المريض ناقص 10 درجات حسب الاستاندرد العالمي وتصحيح الجهاز، إذا عملنا 8 درجات أو 8.5 كأني عملنا 10 درجات ويكون قد شلنا كل النقص كاملا. بينما عند المد، يعني اللي معهم درجة من النوع اللي نسميه نحن من النوع الزائد اللي ما بيشوف البعيد بشكل واضح والقريب بشكل خاص، هؤلاء المرضى نعمل التصحيح كاملا حتى إذا كانت الدرجة صغيرة نعمل فوقها بنزيد عليها شوي، إذا كانت كبيرة بشكل عام نعمل عملية المقدار الذي نحدده بعد توسيع حدقة العين كاملا. وعن طريق الحصر كما يسمى أظن باللغة العربية واللي نحن نسميه أستيغماتيزما أيضا بإمكاننا تصحيح مقدار النظر لحد 6 درجات فقط. ولكن بعض المرضى اللي ذات لديهم أكثر من 6 درجات أستيغماتيزما أو بعد 5 درجات 5.5، يجب أن نلفت الانتباه ونكون حذرين بأن لا تكون لديهم قرنية مخروطية، لأن كما تعلمون القرنية المخروطية إذا وجدت لا يمكن التصحيح بالليزك إلا في بعض الأمور الاستثنائية ومقدار بسيط جدا. شكرا لكم أخوتي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة.